طابت اوقاتكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في صوت اليمن. تواصل ميليشيا الحوثي العبث والاستهانه بتاريخ اليمن واثاره القديمه. ميليشيا ليس لها تاريخ سوى القتل والدم، لذا من الطبيعي والمتعارف عليه انها لا تهتم باي حضاره بل تدمر كل شاهد تاريخي. ميليشيا الحوثي واصلت عمليه العبث باثار صنعاء مدينه صنعاء القديمه وتشويهها، واقدمت على تحويل حرم أحد القصور التاريخية القديمة في صنعاء إلى مقبرة لقتلاها الأسبوع الماضي. تحدث عن قصر دار الحمد، يعني نحن لا نتحدث عن مكان عادي يتم الاعتداء على حرمته، بل عن قصر دار الحمد، والجميع يعرف دار الحمد التاريخي وحديقته التي تعتبر رئة صنعاء أو إحدى رئات صنعاء التي تتنفس منها هذه المدينة. هذا القصر الذي صدر له مرسوم في عهد الزعيم علي عبد الله صالح، واعتباره محمية تاريخية، وكذلك المساحات المحيطة به يعني ضمن هذا الحرم، وهو في عهدة وزارة الثقافة. في هذا الوقت تقدم الميليشيا على تحويله لمقبرة لجثث قتلاه كتحدي لهوية اليمنيين وتاريخهم وأي شواهد تاريخية قد تجدها في طريقها. أيضا هذه العملية، عملية استحداث المقابر، هي تريد أن تحول كل شيء إلى مشاهد موت، حضارة موت. طبعا يأتي هذا مع تزايد أعداد القتلى في صفوفها، المقابر امتلأت، لم تعد تجد لهم من مكان تؤويهم فيه أو تدفنهم فيه سوى الحدائق والقصور، حدائق القصور. هذا الموضوع أثار استهجان كبير جدا في الأوساط الثقافية. يعني نتحدث اليوم لمن هي صاحبة الحضارة والتاريخ، ويأتي عليها وقت تسيطر فيه ميليشيا على مساحة منها وتعبث بتاريخها وموروثها الشعبي وتشوه كل ما يمت للحضارة بصلة. تجاهل لكل يعني الأمور التي يقدسها اليمنيين في تاريخهم في ثقافتهم، من مجموعة من الجهلة لا يمتلكون أدنى قدر من الثقافة والأدب، ولا يعرفون شيئا عن الفنون وعن العلوم. لديهم كره غير طبيعي لكل من يحمل تاريخا أو حضارة. البلد أنجبت علماء ومثقفين وشعراء وفنانين ومبدعين ومفكرين، وخططت ونفذت وبنت كثير من الشواهد على مر العصور. يعني هناك تراكم كبير في هذا السجل، السجل الثقافي والتاريخي. ومن الطبيعي أن تعرض البلد لهجوم من هذا الجراد الذي لا يملك تاريخا ولا حضارة، بل يريد أن يؤسس لحضارة من الدم. طبيعي جدا ألا يفرق الحوثي بين قصر تاريخي وأرض مصنفة كمحمية طبيعية ومنطقة أثرية، وبين مساحة صحراوية يدفن فيها جثث قتله. هذا طبعا كان القول بأن الجاهل لديه كره حقيقي لليمن. الحوثي لديه عداء مع حضارة اليمن، لذا يحول كل ما تصل إليه يده من مناطق أثرية أو تاريخية إلى مقابر أو ثكنات عسكرية. أضف إلى ذلك أنه لا يتوقف في الأصل عن النهب والسلب، ولعلنا نتذكر ما تم نهبه من المتحف الحربي، نهب وتجريف وتزوير. هو طبعا لا يعرف شيء عن الإدارة غير بناء المقابر أو تحصيل الجبايات، هذا ما سيذكر عنه. سيذكر التاريخ أنه بنى أكبر عدد من المقابر، أو أنشأ أكبر عدد من المقابر، لأنه ليست فيها بناء سوى السور. يعني أكثر من 300 مقبرة افتتحت في عهد الحوثي في منطقة واحدة لدفن الجثث، وهو يحاول فقط أن يغالط الناس، أن يظهر كمنتصر أو كبطل، في حين أنه لم يعد يجد مساحة لدفن قتله. إذن مشاهدينا الكرام، سنناقش هذا الموضوع باستفاضة ولكن بعد فاصل قصير، كونوا معنا.
لا تكتفي ميليشيا الحوثي بتدمير حاضر اليمن وتلقيم مستقبله فقط، بل تحاول أيضا تشويه تراثه المرتبط بماضيه العريق الذي يفاخر به اليمنيون كحضارة جذورها ضاربة في أعماق التاريخ. فتدمير الأعيان الثقافية والآثار التاريخية اليمنية عمل حوثي ممنهج من خلال استخدامها كثكنات ومواقع عسكرية ومقابر لقتلاها وسجون سرية لإخفاء المعارضين والخصوم. مؤخرا الميليشيات الحوثية اقتحمت دار الحمد التاريخي في العاصمة صنعاء وسيطرت عليه وحفرت في فنائه عددا من القبور لدفن قتلاها، بالتزامن مع تزايد خسائرها في جبهات مأرب والجوف والبيضاء، لتحيل المنشأة الثقافية من رمز للحياة والحضارة إلى ضريح للأموات. ومع إطالة أمد القتال استباحت الميليشيات الحوثية المواقع والمتاحف الأثرية في طول البلاد وعرضها، حيث جرى نهب وتدمير المتحف الحربي بصنعاء، كما تعرضت الآثار في زبيد وتعز والجوف للنهب والعبث والقصف وتحويل أغلبها لثكنات عسكرية لعناصرها. واستنادا إلى عداء متأصل لدى فكر ميليشيات الحوثي لثقافة وحضارة اليمن، فقد ناصبت العداء لكل ما له علاقة بالثقافة. لهذا انتهجت سياسة تدمير المدن التاريخية مثل صنعاء القديمة وزبيد، وحولت القلاع والحصون التاريخية مثل مدينة براقش إلى تحصينات وثكنات لعناصرها، وعبثت بجميعها وتعرضت كل المعالم التاريخية تحت سلطتها للإهمال والدمار الجزئي والكلي، لتثبت الميليشيات كل يوم أنها لا تنتمي لهذا الشعب ولا تفتخر بحضارته. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وسرني أن أرحب بضيفي عبر سكايب رئيس مركز روافد للدراسات اليمنية أحمد مفضل. أهلا بك أستاذ أحمد، وبداية يعني كيف ترى هذه الانتهاكات والاعتداءات على قصر دار الحمد وحديقته وتحويلها إلى مقبرة لقتلى الحوثي؟ مساء الخير أخي الكريم، ولك ولضيوفك وللمشاهدين جميعا. أولا يجب أن نتفهم العقلية التي تسيطر على جماعة الحوثي منذ أن نشأت في صعدة، وهي تحمل الكثير من حالة التذمر والعدوانية تجاه المثقف أيا كان، وباعتبار أن المثقف يحمل فكرا دخيلا، وأن المثقف عدو، وأنه عدو بما يسمى بالمسيرة القرآنية، وأن الجماعة هذه دخلت ضمن إطار عداوات شديدة وكثيرة ومواقف متعددة بسبب الفكر الذي تنتهج جماعة حسين الحوثي، لأنها جاءت بفكر جديد وبشيء كثير من الخرافات ومحاولة تفكيك العقل وتجاوز المنطق البشري، وبالتالي لا تجد أحد من الذين اعتنقوا الفكر الحوثي وغرس في أدمغتهم العقيدة الحوثية إلا وينظر إلى المثقف كعدو، وينظر إلى الشخص المنفتح كمنحرف، وينظر إلى الإعلامي كخصم، ولا يمكن التنازل عن خصومته. وبالتالي هكذا تفكر جماعة الحوثي منذ البداية، ولا تعترف بالآثار إلا ما كان له علاقة تاريخية بفكر الحركة الحوثية. يعني اليوم يعني جماعة الحوثي هي لا يهمها مسألة أن هذا آثار أو أنه محمية تاريخية أو أنه كذا. الشهيد الذي ينتمي إلى هذه الجماعة والمقتول عندها هو أهم بكثير من هذا الدار ومن أي آثار، لأنها تريد أن تكرس مفهوم جديد، وهو عمل دعائي سياحي أثري، وهو المقابر. اليوم الجماعة تريد أن تحول القتلى الذين يتبعونها إلى
آثار في كل قرية وفي كل مدينة، حتى المدينة المحوطة والمزدحمة والضيقة مدينة صنعاء القديمة لابد أن توجد فيها روضة لما يسمى بالشهداء، لتكون هذه مزار وهي جزء من العمل السياحي والعمل الأثري والعمل الدعائي للفكر الحوثي. والشهداء وصور الشهداء والمقابر وتزيينها والاهتمام بها بشكل مفرط على النظرية وعلى النمط الإيراني واللبناني، فهي عبارة عن رسالة فكرية أن هذه الجماعة ضحت وأنها قدمت شهداء، وأن هؤلاء الشهداء من أجل الفكر ومن أجل هذه العقيدة ومن أجل هذه الأفكار، ويجب أن يستمر الناس يناضلون ويدافعون عن هذه الأفكار ما داموا أنه قد ضحي شهداء. فهي رسالة فكرية وهي عمل دعائي أكثر مما هو يعني هكذا. وبالتالي هي تريد أثر جديد. الآن بعد 15 سنوات ستكون هذه المقابر آثار وأعمال سياحية ودعائية للجماعة الحوثية. نعم. إذن اسمح لي أرحب أيضا بمستشار وزارة الثقافة الأستاذ محمد المهدي. أهلا بك أستاذ محمد. ومن براقش إلى من زبيد إلى براقش إلى صنعاء، استهداف للشواهد التاريخية وكل ما له علاقة بالثقافة وبتاريخ اليمن، يعني ما دلالة ذلك؟ لماذا هذا العداء الذي يبديه الحوثي تجاه تاريخ اليمن؟ مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. العزيز، طبعا من غير المستغرب ابدا ان تتجه جماعه الحوثي لاستهداف التراث اليمني والاثار اليمنيه بشكل عام. نعم. يدرك ان هذه الجماعه تتصادم تماما مع هذا التراث اليمني ومع هذا التاريخ اليمني، ولذلك هي تتعامل مع التراث اليمني بكل تفاصيله بحقد والعداء. وذلك استهدافات المناطق الأثرية، لاحظتم في تعجب في براقش لا تكتفي ميليشيا الحوثي كثير من المناطق حاضر اليمن وتلقيم مستقبله فقط، بل تحاول أيضا تشويه تراثه المرتبط بماضيه العدل. تفضل الأستاذ محمد. أستاذ أحمد تاريخ. أستاذ محمد أكمل. أستاذ محمد تسمعني؟ كنت أتحدث عن نعم أسمعك لكن لا كأني أسمع إلى تأخير. كنت أتحدث أخي العزيز عن أداء هذه الجماعة بهذا التراث، وأنه من غير المستغرب أبدا أن تتجه هذه الجماعة لاستهداف التراث اليمني، فهي استهدفت التراث اليمني قبل أن تتمكن من السيطرة على كثير من المناطق، وهي تريد أن تستهدف التراث اليمني على كل المستويات، من الناحية الفكرية في محاولة فرض هوية جديدة وتراث آخر لا ينتمي للهوية الوطنية ولا الدينية في اليمن، وأيضا تستهدف أيضا المتاجرة بالمقتنيات الأثرية والبيع والشراء بها وتحويلها إلى مجرد تحويل أموالها إلى مجرد أموال لاستمرار العنف والإرهاب ولدعم جبهاتها. هذا الذي يحصل خلال الفترة الماضية، إلى حد أن جماعة الحوثي باعت الإنجيل لدولة إسرائيل التي تردد كل يوم أنها الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. هذا هو الذي يجري اليوم من قبل هذه الجماعة الإرهابية. والحقيقة أنه يعني المستغرب هو أن هناك من يطالب جماعة الحوثي بحماية التراث. هناك من يقول يعني خاصة خلال الفترة الماضية مع الكوارث الطبيعية التي حصلت مثلا في العاصمة صنعاء، كان هناك من يقول لابد أن تحمي التراث والآثار، وأنت تعرف أنه حتى أنهار منزل الشاعر الكبير البردوني وكثير من المنازل بقي. أيضا هناك يعني الآثار مهددة هناك في العاصمة صنعاء في من هذا الإبناء فيما يستمر في فرض الجبايات فقط. نعم طبعا أنت يعني أنت لو تلاحظ أخي العزيز أنه التراث اللي هي المباني الموجودة في العاصمة صنعاء وفي غيرها من المناطق التي تحت سيطرتها إهمال كان، لا يمكن أن تعمل على إعادة ترميمها ولا سدادات للمياه مع الكوارث الطبيعية ولا غيرها. بالمقابل الآثار الأخرى التي هي المقتنيات الأثرية التي أخذتها حولتها إلى بيع وشراء من خلال تجار المخدرات وتجار بيع الآثار، هم أنفسهم شخصيات معروفة، هناك تقارير دولية تتحدث عنهم موجودة.
كل هذا اللي يأتي في إطار حق هذه الجماعة على هذا التراث وعلى هذه الهوية. نعم أستاذ أحمد بن مفضل، والحديث أيضا عن دار الحمد. دار الحمد هو ليس فقط أحد قصور الثقافة، لكن أيضا هو مركز لتدريب على الصناعات الحرفية، وبه معرض دائم لهذه الحرف. إذا كنا نتحدث عن اعتداء على قصور الثقافة، يعني ما دلالة، يعني تحدثنا قبل قليل عن أنه الحوثي يريد أن يجعل فكرة الثار وفكرة العداء موجودة في كل شارع في كل منطقة، لكن الموضوع لا يتعلق فقط بالمقابر، لكن يمتد أيضا إلى حتى المتاحف تم نهبها وتم تزوير مضامينها، وبالتالي هناك منهج في هذه العمليات. يعني لا أن تشير هذه الفكرة لدى الحوثي. دعني أكون معك صريح إلى حد كبير. يجب كما قلت لك أن نتخيل كيف يفكر الفرد الحوثي الذي يعتنق الفكر الحوثي، يعني جزء من الجماعة الحوثية الذين لديهم عقدة من التاريخ اليمني ومن ثورة سبتمبر ومن حصلت ما قبل الجمهورية وأيضا ما بعد الدولة، ما قبل الدولة الحديثة من الآثار التي حصلت الموجودة في المتاحف. بعضهم يرى أنها تاريخ شوه أو تاريخ جزاء، يعني أعد الآثار هذه الطرف المتصل الطرف الذي زال وانتهى أمر في مسألة الأحداث التي حصلت في 50 سنة الماضية. وبالتالي ما نلاحظ من كثير من المثقفين التابعين لهذه الجماعة أنهم ينظرون إلى المتحف على أنها خصم، لأنها ذكرت طرف واحد من الصراع التي حصلت وتجاهلت الأطراف الأخرى وحولت الأطراف الأخرى بطريقة يرى المثقف الحوثي أنها طريقة مسيئة وأنها طريقة تستهدف الفكر الحوثي القادم. ولذلك نحن يجب أن نفهم أنهم لا ينظرون إلى المتحف على أنها ذو أهمية فاعلة، أو أنها يجب أن تستحدث بطرق جديدة. يعني الآن تريد جماعة الحوثي أن تضيف أشياء كثيرة إلى المتاحف اليمنية وتضيف أشياء كثيرة إلى الآثار اليمنية بإعادة صياغتها بشكل يتناقض مع استقطاب واستعطاف المجتمع اليمني، أو بشكل أدق المجتمع الصنعاني والمجتمع الصعدي والعمراني الذي ينظر إلى بعضهم ينظر يعني فترة من فترات التاريخ على أنها جزء من نضالاته وجزء من هويته. النقطة الثانية، جماعة الحوثي هي يعني أهم ما في نقطة هذه دار الحمد، أهم ما فيها هي الرسالة الفكرية القتالية التي تريد أن توصلها إلى كل شارع وبيت، وتفعل من خلالها ما يسمى بالسياحة الداخلية التي أعلن عنها وزير السياحة الحوثي. فأنا كتبت نفسي وهو يقول أنه طالما والمدن بعض المدن ليست تحت سيطرتهم والتي هي من أهم الآثار وأنه لا يوجد تحت سيطرتهم إلا هذه المناطق، قال يجب أن نفعل السياحة الداخلية. وأهم ما في السياحة الداخلية هي زيارة هذه المناطق أمثال جامع الهادي وايضا يعني جرف مران وايضا الروضات والمقابر التي هي استحدثت خلال الحرب. صحيح. طبعا هذه استخدمها المقابر، هذه استخدمها الخميني وجعل منها عامل ثأري كبير للمجتمع الايراني تجاه الدول العربيه والتي واجهت ايران خلال حرب العراق وغيرها، والتمسك بثوره الخميني باعتبارها المخلص طالما وقد حصل، حتى أنها رسالة للمجتمع الدولي. لأننا نلاحظ أن معرض الشهداء الذي تقيم جماعة الحوثي داخل ضد نادي ضباط الشرطة وداخل بعض المؤسسات تعرض الصور الكبيرة جدا والمتعددة، ولا يوجد شخص قتل في معركة الحوثي، معارك الحوثي الخاسر وجبهاتها المنهزمة إلا ويجعل الصور لهؤلاء الضحايا. ثم كلما جاءت منظمة دولية أو جاء مبعوث أممي أو جاء من هؤلاء الذين لهم علاقة بالمجتمع الدولي
يبعثونهم كزيارة إلى هذه المعارض، وهي رسالة بأننا قدمنا وضحينا. صحيح. ولا بد نوع من المزايدة. طيب رسالة الحوثي التي يجب أن نفهم للناس. صحيح. أن الاعتداء على يعني تساعد في التحريض الرسالة التدميرية لجماعة الحوثي. طيب في تفاصيل قضية استحداث مقابر داخل قصر دار الحمد، يعني تقول التفاصيل أن المدعو يحيى الحوثي وهو كان يعمل رئيس لوحدة نزع الألغام وشخص آخر من صعدة يدعى مقبل جعامل، هما من نفذ هذا الاقتحام لقصر دار الحمد برفقة عدد من الأطقم المسلحة مستخدمين يعني طبعا كسروا الباب اولا بالاطقم. نعم. واقتحموا هذه الحديقه وهددوا الحراسه بفتح النيران عليهم وابادتهم يعني لو اعترضوهم، وقاموا بدفن الجثث قتلاهم، ثم يعني تحدوا بأنهم سيضيفون أعداد أخرى وإلى آخر ذلك. طبعا هناك خلفية أخرى أنه كان حمود عباد المعين من قبل الحوثيين أمين العاصمة هو وراء هذا العملية، هو بإعاز منه لأنه لم تعترض أي أطقم أمنية أو أي جهاز أمني داخل صنعاء لهذه العملية. كان يريد أن استقطاع جزء من أراضي دار الحمد وتسليمها كهدايا لأصدقائه الداعمين له في جماعة الحوثي. دعني أسأل هنا الأستاذ محمد المهدي، وتحدث يعني عن الإجراءات التي قد تتخذ في هذا الجانب، هل يمكن أن يكون هناك تضامن دولي أو على الأقل موقف رافض ل يعني تشويه التراث اليمني؟ أستاذ محمد معي؟ ألو. طيب أستاذ أحمد، السؤال إليك يعني يعني الموقف المنظمات الداعمة لثقافة مثل اليونسكو وغيرها، يعني هل يمكن أن تتفهم ما يجري، وهل السكوت على هذه العملية سيفتح الباب أمام إجراءات أخرى أو انتهاكات أخرى؟ يا أخي العزيز، منظمة اليونسكو العالمية تعتبر مدينة صنعاء القديمة أهم جواهر الحضارة وأقدمها، وتعتبر أن كل بلاطة من بلاط صنعاء وكل حجرة هي عبارة عن كتاب يحكي قصة طويلة من التاريخ الإنساني ومن التناول البشري لهذه المدينة العملاقة، وهو قد أعلنت صنعاء كجزء من التراث العالمي من فترات طويلة أظن أنا من الثمانينيات، وهي كانت كل حتى أنها يعني يفترض أن تتدخل وأن يكون لديها مسؤولية تجاه تطييب المدينة التاريخية، أن يتم تحويلها إلى مدينة طائفية أو إلى إدخال الرسائل الطائفية لهذه المدينة. مدينة صنعاء هي مدينة سكنتها كل الدول التي حكمت اليمن بما فيها حتى الدولة لما حكمت بالشافعية لسنوات عديدة وحكمت بالزيدية وحكمت بالدول كلها، ولم يغيروا طبع صنعاء حتى عندما حكمتها المسيحية أيام إبراهيم، وحتى عندما حكمتها الفاطمية أيام الصليحيين، وحتى عندما حكمتها الأيوبية، وحتى عندما حكمتها الزيدية، وعندما حكمتها أيضا الشافعية عندما حكم الحضاري، يعني لم يغيروا النمط الصناعي ولم يدخلوا فيه يعني الخصوصيات التي جاءوا بها مذهبيا وفكريا. اليوم جماعة الحوثي في ظل تقدم الحضاري وفي ظل العالم وفي ظل يعني التنوع البشري وظل المدنية والديمقراطيات، تريد جماعة الحوثي أن تعيد النمط الطائفي إلى هذه المدينة. أين دور منظمة اليونسكو؟ كلنا نبحث ايضا عن دور وزاره الثقافه، يعني كنا نتمنى ان يكون في دور يعني واضح ومفهوم، لا يجب السكوت على مثل هذه العمليه، يفترض ان تتخذ اجراءات سريعه ان يعني كي على الاقل
يتم إيقاف أي عبث بالشواهد التاريخية أو قصور الثقافة على الأقل، لأنه هذا القصر قصر دار الحمد هو بعهدة وزارة الثقافة ولا علاقة لأمانة العاصمة أو أي جهة أو وزارة الأوقاف. يعني كيف تحول هذا القصر من عهدة الثقافة إلى عهدة الأوقاف؟ يعني بمجرد أنه اثنين من المعتوهين قرروا أنهم يدفنوا جثث قتلاهم هناك تمهيدا للبسط على بقية أراضي القصر كما حصل في مناطق أخرى. يعني أنا من وجهة نظري أن أول دور يجب أن تقوم به هي وزارة الثقافة التابعة لحكومتنا الشرعية، وأن تخاطب منظمة اليونسكو بشكل مباشر. ومثلما أن منظمة اليونسكو يعني نددت قصف بعض البيوت التي كانت تخزن فيها الأسلحة في مدينة صنعاء، وامتنعت يعني وجعلت صنعاء مدينة محمية ولم يدخل فيها أي شيء من الصراع، يجب أن يكون هناك صوت منظمة اليونسكو يعني هذا الإقدام. كما أنه يجب علينا نحن جميعا يعني لو ذكرت منظمة اليونسكو سيكون ذلك أيضا نوع من التفاعل الإعلامي والتفاعل النشط في وسائل التواصل. نعم، معي محمد المهدي وهو مستشار وزارة الثقافة. أستاذ محمد، ما موقف وزارة الثقافة؟ كان الجميع يتوقع أنه تصدر بيانات أو على الأقل يسجل موقف، أن يتم مراسلة أو مخاطبة منظمات المعنية بالحفاظ على يعني المدن التراث العالمي مثل صنعاء القديمة. ما موقف الوزارة وما الذي تم اتخاذه حتى الآن؟ أخي العزيز، طبعا كان هناك خطوات تمت خلال الفترة الماضية من قبل الوزارة وبالتنسيق مع مندوب اليمن في منظمة اليونسكو الدكتور محمد جميح، وتم مخاطبة المنظمة بشأن يعني لدى منظمة اليونسكو صندوق خاص بموضوع تحديدا الكوارث الطبيعية، وهذا الصندوق يستهدف هذه المناطق، وكان هناك اتفاق وإجراءات وتواصل مع هذه المنظمة. لكن الحقيقة أنه كان الإشكالية الكبرى في الصيغة التي كيف يمكن أن توصل هذه المساعدات التي تعيد ترميم هذه المباني بحيث لا تستفيد جماعة الحوثي من هذه المبالغ. وإلى الآن للأسف يعني هذه هي النقطة الأساسية بالنسبة للمناطق التي تحت سيطرة الحوثيين، هنا هي الإشكالية الكبرى. أما المناطق المحررة فكان هناك تعاون مع الصندوق البريطاني تحديدا لإعادة ترميم جزء كبير من الآثار في مدينة تعز، وهناك اتفاقية على ترميم بقية الآثار في بعض المناطق في سيئون وفي غيرها. لكن الإشكالية الكبرى كما ذكرت لك في بداية المداخلة هي في مناطق التي تحت سيطرة الحوثي، لأن الحوثيين يأخذون كل شيء. إذا كانت المساعدات الإغاثية يستهدفونها ويأخذونها، وبالتالي لا تستغرب أنه يمكن أن يسطو على أموال إعادة ترميم التراث والآثار والآثار. نعم، أشكرك جزيل الشكر مستشار وزارة الثقافة محمد المهدي، كنت معي عبر الهاتف. وشكر موصول لك أيضا أحمد مفضل رئيس مركز روافد للدراسات اليمنية، كنت معي عبر سكايب. فاصل قصير مشاهدي الكرام ونذهب إلى المحور التالي. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. نتعرف على أنه الجبايات مهنة أساسية للحوثي، جبايات تفرض لأسباب كثيرة أهمها تعويض موارد البلاد التي يبددها لإحياء طقوسه الإيرانية أو الخمينية، ومن بينها يعني ليست فقط الولاية، كان آخرها الولاية، وطبعا تأتي مناسبات طويلة. اليوم يعني معهم مناسبة جديدة اللي هي نكبة 21 سبتمبر، ذكرى اقتحام صنعاء، تدمير صنعاء. هذه الذكرى التي اليوم يحاول الحوثي أن يحتفل بها بكل الأشكال، من خلال نهب المليارات من خزينة الدولة من الإيرادات العامة ليحيي بها هذه الفعالية.
أن الناس دمرت بيوتهم السيول، الناس بدون رواتب فيما هو يفرض عليهم. تخيلوا آخر ما قام به الحوثي أنه يفوض عقال الحارات بأنه يعني يعطي لك كارت الغاز، تروح تسلم أسطوانة الغاز الفارغة ويعطي كارت، وإلى جانبه ظرف فاضي مختوم بختم هيئة تابعة للحوثي، هيئة التحصيل الزكاة، ما يسمى الزكاة أو الواجبات أو أشياء من هذا القبيل. وعندما تأتي لاستلام الأسطوانة بعد تعبئتها تسلم الظرف وداخله مساهمة خاصة غير سعر الأسطوانة الغاز، المساهمة في ذكرى نكبة 21 سبتمبر التي يعتبرها الحوثي بأنها عادة الكرامة كما يقول، فيما لم يعد كرامة لليمنيين في ظل وجود هذه الميليشيا. هناك ملايين من المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا تضورون جوعا، مليارات تنفق لزرع الفتنة بين اليمنيين في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن شيئا يسد رمقه، ومطلوب منه أن يدفع فاتورة تلك المغامرات غير المحسوبة ويدفع من قوته جبايات لا تتوقف في صنعاء وحدها، حتى يعني في صنعاء وحدها أنفق ما يقارب 200 مليون ريال فقط على تنظيم بعض المظاهرات والفعاليات ذات الصبغة الطائفية، رغم وجود ملايين من الجوعى وآلاف الأسر المشردة، والشعب يعني مطالب بأن يدفع الجباية حتى لا يتهم بأنه من المنافقين. الحوثي قسم الناس في خطبه الخنفشارية إلى فريقين، المؤمنين وهم من يتبعونه، والمنافقين وهم من يقفون ضده أو يعارضونه، يعني ليس بالشرط أنهم يحملون السلاح، لكن فقط من يعارضه فهو منافق وهو إلى آخر ذلك. هي نكتة بالفعل، إما أن تتحمل كل كوارثه وتدفع فاتورتها، وبعد أن تنتهي أموالك تقطع من لحمك وتدفع بأولادك، أو تصبح منافقا وطابور خامس، ويعني يعطيك صك للنار على طول. مليارات تنفق على احتفالات بلا جدوى. أرحب بضيفي العزيزين الأستاذ عادل الأحمدي رئيس مركز نشوان للدراسات، والأستاذ القدير نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. أهلا بكم. وأبدأ معك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل معي ثابت، ومعي أيضا أستاذ ثابت الأحمدي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكما. إذا أبدأ معك ثابت، والإتاوات كيف أثرت على مستوى معيشة الشعب خصوصا في ظل وضع لا تنعدم فيه حتى الرواتب؟ أستاذ ثابت تسمعني؟ طيب أستاذ عادل تسمعني؟ نعم أسمعك. أسمعك جيدا. يعني في نكبة 21 سبتمبر التي تمهد لها ميليشيا الحوثي من اليوم بسندات وبرسائل وبروشرات لتجهيز ما يسمى بأكبر قافلة إلى جبهات الحوثي، كيف يعني كيف نصف هذه الأساليب التي تمارسها جماعة الحوثي في استغلال هكذا مناسبات؟ هذا شيء نعم، هذا شيء غير يعني العجيب. مثلا لو كانت الإمامة تمارس غير هذا الأمر، لأن الإمامة في أساسها هي عبارة عن مشروع إفقار، مشروع تجويع، مشروع تدمير للشعب ولثرواته وممتلكاته وأرواحه وتاريخه وتراثه وعقيدته، هي عبارة عن مشروع دمار شامل، وبالتالي فهم ينتهزون أي مناسبة يعني أي فرصة، سواء كانوا من مناسباتهم الطائفية التحريضية التي يقدمون فيها الكراهية ويؤذبون فيها على بقية أبناء المجتمع، أو سواء كانت من مناسباتهم التي يعتبرونها أنها إيش مناسبات وطنية، وهي عبارة عن مناسبة الانقلاب على الوطن، لا يتركون فرصة إلا لامتصاص ما تبقى من أوردة هذا الشعب المسكين الذي يعاني الأمرين.
الشعب الآن يعني يعيش ليس على الحديدة، إنما قد تهرأت من تحته الحديدة وقد أكل الحديدة. الشعب بلا رواتب وموارد، وهم لديهم الإيرادات يعني كأقوى ما يكون. لم تكن الدولة مثلا أيام الرئيس عبد الله صالح، ولا حتى في أيام ما كان عبد الرب المنصور هادي في صنعاء، لم تستحمل المواطنين في الإيرادات الطبيعية والقانونية مثل ما يفعل هؤلاء. وكانت الدولة تقوم بمشاريع عظيمة جدا من هذه الإيرادات، وكانت تسد باب الأجور، وكانت تستضيف المؤتمرات وتفعل كل شيء. هؤلاء يحلبون كل ذلك، ثم بعد ذلك يتجهون إلى المواطن المسكين الذي لم يعد لديه شيء، ويريدون إفقاره، ويريدون يعني نقضوا مخلوص، وهم يحاولوا بعد ذلك قد خلعوا الجلد واللحم تبطل عظم. هؤلاء لا يريدون اليمني أن يعيش بكرامته، يريدون أن يكون السبيل الوحيد لكي يعتمد الإنسان كثرة طب وشربة ماء أن يذهب بأبنائه وفلبة كبده إلى الجبهات لكي يموت، ثم لكي يموتوا يعني في سبيل العبودية وفي سبيل الكهانة والدجل وفي سبيل أعداء الوطن. صحيح. هذا هو هذه هي مشروع الإمامة. ولو عدت إلى التاريخ لوجدت كيف أن هذا هو نهج الأئمة الرفيعي منذ أن جاء يحيى بن حسين الطفي. هي لا تنتج، هي لا تنتج، هي تعيش على امتصاص دماء الآخرين ولا يغادرون إلا والناس قدم على الحديدة. صحيح. طيب أستاذ ثابت الأحمدي أرحب بك، و يعني ما يتعلق بالجباية، أن تتطور هذه الجباية أو الإتاوة إلى الحد الذي يطلب من المواطن، أنه إذا لم تدفع المال هات ابنك لكي يموت في سبيل عبد الملك الحوثي وعصابته. يعني لماذا السكوت على هكذا حال؟ تسمعني أستاذ ثابت؟ أعود إليك أستاذ عادل. والجبايات طبعا لا تبني اقتصاد، لا يمكن أن يبنى اقتصاد على الضرائب والرسوم. على ما ستعتمد الميليشيا الحوثية؟ يعني اليوم نتحدث عن هذه الجبايات الموسمية، وبالتالي تزيد عدد المناسبات الطائفية في السنة عن 36 مناسبة حسب ما هو مرصود، يعني فضلا عن الاستقطاعات الثابتة من كل مناشط الحياة. لكن في الأخير من يمول هذا الاقتصاد؟ ألا يموله التحويلات المقتربين وتحويلات من هم خارج البلد؟ طبعا بالتأكيد أنه الآن المقتربون هم عماد ما تبقى من الاقتصاد، سواء في مناطق الحدين أو حتى في مناطق الشرعية في المناطق المحررة. وبالتالي يعني انا مثلا يعني ارى انه على الحكومه ان تدفع رواتب الموظفين حتى في مناطق الحوثي، رغم ان الحوثي هو من يحوز دون ذلك. وراينا كيف انه عندما حاولت الحكومه ان تدفع عبر منظمه اليونيسف للمعلمين، وقف الحوثيون حاجزا امام ذلك. وبالتالي يعني نحن الأهم من ذلك الآن أن الحوثي يسرق الناس ويكذب عليهم أن الذي يسرقهم آخرين. الآن يفتعل أزمة مشتقات نفطية خانقة، والبترول يملأ المخازن. هذه إحدى مصادر التمويل أستاذ عادل. نعم. ويكذب عليهم ان 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 الاخرين يقومون بحج السفن في البحر ويمنعون او يمارسون نوعا من التفاوض، هذا كذب. هناك تدفق للمشتقات النفطيه الى المناطق الواقعه تحت قبضه الحوثيين بزياده 13% عن العام الماضي الى اغسطس الماضي. نعم. ثابت معي الان؟ أستاذ ثابت أنا معك الآن. أهلا بك أستاذ ثابت. يعني تحدث أنه الجبايات عندما تصل إلى مرحلة أنه مطلوب منك أو مطلوب من المواطن بالأصح أنه يدفع بابنه
لكي يحارب من أجل أن يبقى عبد الملك الحوثي. يعني ما مدى مقدرة الأسر اليمنية على التجاوب أو التعاطي مع متطلبات عبد الملك الحوثي وعصابته؟ يبدو أن صوت ضعيفا، لكن سأجتهد في إيصال كلمة لما أمكن. هو ملك العزيز كما يقال، نحن نتحدث على الجبهات إن كنت تسمعني. نعم. نعم ثابت. يبدو أنه في مشكلة، يبدو لدينا مشكلة في الاتصال مع ثابت. أشكرك جزيل الشكر ثابت الأحمدي، والعودة إليك أستاذ عادل. ومع كل مناسبة طائفية يعود نفس الموال ونفس السندات ونفس الابتزاز الذي أصبح الآن يعطى صلاحيات لأقسام الشرطة وما يسمى البحث الجنائي ويسمى الأمن القومي ويسمى الأمن السياسي ويسمى الأمن العام كل والوقائي. يعني في لحظة واحدة إذا رفض التاجر ممكن أن تلفق له تهمة. يعني في أحد الصرافين يعني ربما أعطى مبلغ قليل، يعني لا يستطيع أن يرفض، رفض المبلغ، وفي اليوم التالي فوجئ بالأمن القومي يهاجم محل الصرافة ويصادر 3 ملايين ريال تحت مسمى عملات جديدة، ثم يدفع مبلغ آخر تأديب لكي يخرج، وبالتالي ينتظم في الدفع. يعني كم سيحتمل المواطن، كم ستحتمل الأسر؟ بطبيعة الحال الوضع هذا لم يستمر، الوضع هذا لم يستمر. يعني الآن المواطنين عادهم يعيشوا على، يعني تخيل أنه قد انتهت مدخراتهم، الذي باع هذا يعني مكانه، الذي باع الزنادي، الذي باع جزء من أرضه، والذي باع أرضه الثانية. أعتقد أن الوضع الآن بدأ يصل إلى مرحلة الانفجار، لأن إذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه فإننا سنصل على يمن مستكين لم يعد فيه رجال أعمال ولا تجار إلا هذه العصابة. كم من التجار وكم من رجال أعمال أفلسوا في هذه المرحلة البسيطة التي أخذت، يعني في السنوات الماضية كم من الناس تحولوا من الناس المنشورين إلى الناس المحتاجين للصدقات. يعني صحيح. أعرف أشخاصا، يعني تخيل أنت عندما يتحول فئة الأكاديميين الذين درسوا والذين يعني استعافوا من خارج الآن، والله يعني يمد الشهر لا يعرفون صورة الريال، بينما أولئك يقيمون عمارات ويشترون أراضي وعقارات، يعني الذين من المشركين وتجار الحرب وأصحاب السلطة السوداء التابعين للعصابة الحوثية. الشعب يغلي ولديه توقيت معين للانفجار، وسوف ينفجر انفجارة لا مثيل لها. نسأل الله السلامة للشعب اليمني، أهلنا في كل المناطق اليمن، ويبعد عنهم هذا الأذى المسمى بالحوثي. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ عادل الأحمدي رئيس مركز نشوان للدراسات، كنت معي عبر الهاتف. شكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء. We'll be right back.